الله يعافي قلبك يا رب إلهي يا روحي، الله يعافي قلبك. يا مايا يعني شو بتكون احلى من هيك؟ عجنا العجينه وعملنا البيتزا وحضرنا الصوص وحطينا البيتزا بالفرن وحطينا وعم نجي الجليات وحلم الجلي واكل بيتزا قدامكم مع كاسه شاي وسلطين على حالي، شو بدي احلى من هيك سهره؟ رغم اللي انه بزر الشوكه اليوم معزومه على العشاء في اي بي. في اي بي كان العشاء. والناس لهلا بترن علي بدها ياني روح. عشان انا بعمل جو يعني وهيك. والله معزومه على العشاء مطعم لبناني ومطرب جاي مطرب لبناني مشهور. والله شو عشا ملوكي ملوكي في اي بي ومع ذلك اخترتكم انتو وما رحت على العشا. خلصت جلي يا مايا شو أهم شيء؟ هذا الثوب شلون ليش عم تصرفي مي كتير؟ عادي يعني عم بجلي هيك فينا لا تضايقوا حالكم. خلصت البيتزا يلا حبص عليها. هذا ليش ما نضيف؟ ممكن ينضف بهي ولا بهي؟ لحظة. Thank you.
هلا والله. عجبكم ديكور المطبخ؟ عادي بسيط ديكور مطبخي انا. شكرا يا قلبي انا على الدعم. يا روحي انا والله انت وجه الخير، يا وجه الخير. ما ارجلتي ما برجل انا. امير امير انت يعني بدك متابعات من الناس؟ اذا هيك قصدك اعمل لي هيك، يعني انت بدك الناس يتابعوك؟ لا والله ما فهمت انا اصلي. صعديني انا ما فهمت شو يعني صعديني، عرفت شلون؟ والله ما فهمت شو معناتها هيدي الكلمة. خلي بالكم انا مش كل الحكي افهمه. يا ريتك تكون بجواري. بدك تاكل بيتزا؟ يا عيوني يا عيوني يا عيوني، تكرم عينك يا قلبي. بس مالي بتكتب تعهد قبل ما تاكل بيتزا؟ انا مالي مسؤولة عن اللي رح يصير. ايوه